تصريحات رائعة جدا جدا ونارية من النجم المغربي حكيم زياش، وكذلك من وكيل حكيم زياش لصحيفة الديلي ميل البريطانية، تفاجئ المغاربة وتسعدهم كثيرا. ولكن قبل الدخول وندردش شوية في تصريحات حكيم زياش النارية جدا 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 اللي أعلن عنها عن أمور كبيرة جدا تهم جمهور زياش، قبل الدخول في تفاصيل الحلقة برحب بيكم جميعا أيا كان بتتفرج عليا من أي مكان في العالم. طبعا النجم المغربي حكيم زياش بيقترب من الرحيل الرسمي من فريق تشيلسي. حكيم زياش كان ليه تصريحات رائعه جدا جدا لصحيفه الديلي ميل البريطانيه، تحدثها من خلالها عن اقتراب انتقاله الى فريق برشلونه. قال بالنص وبالحرف الواحد بان هناك مفاوضات مع فريق برشلونه تقترب من الحسم النهائي، وكل الامور ستحسم في الساعات القليله القادمه، في اشاره منه الى اقتراب رحيله من قلعه الاستانفورد بريدج. كذلك تحدث حكيم زياش عن امنيته للمنتخب المغربي في كأس الامم الافريقيه، وقال بانه تابع مباراه المغرب وغانا وشايف ان المنتخب المغربي في بدايه المشوار قدر يحصل على 3 نقاط مهمه جدا جدا، وتمنى لرفقاء اشرف حكيمي منتخب اسود الاطلس المنتخب المغربي التوفيق في المباريات القادمه وتحقيق حلم المغاربه بالحصول على اللقب. كذلك ايضا كان لوكيل حكيم زياش تصريحات مهمه جدا اليوم الاحد الصحف الإنجليزية، تحدث من خلالها بالتأكيد عن اقتراب رحيل حكيم زياش إلى فريق برشلونة، وتبقى فقط بعض الرطوش القليلة ويتم حسم الصفقة تماما ورسميا. خلاصة الحلقة، زياش ووكيله يؤكدان اقترابه من فريق برشلونة، انتهت كل الامور، يتبقى فقط بعض الرطوش والتفاصيل الصغيره جدا التي ستحسم في الساعات القادمه. كذلك امنيه زياش للمنتخب المغربي بتحقيق حلم المغاربه والفوز بالكان، ونتقابل على خير يا احلى الناس في حلقات قادمه.